هذا الزلزال خلف دمار كارثي مروع في سوريا، أحدث خسائر بالمليارات. هناك مطالبات بإعادة الإعمار، إعادة بناء البنية التحتية. هل يمكن ذلك في ضوء وجود عقوبات أمريكية غربية وقانون قيصر بالتحديد على سوريا؟ بادئ ذي بدء، أود أن أتقدم بخالص التعازي للضحايا في سوريا الذين عانوا من الحرب الأهلية المدمرة وأيضا هذه الكارثة الطبيعية، ونحن علينا أن نقوم باتخاذ إجراء. ما أسمعه هنا في بروكسل، لأنني متخصص في التكامل الأوروبي، هو أن المفوضية الأوروبية ورئيس المفوضية يتم دراسة تقديم مساهمات لسوريا للتغلب على ما خلفه الزلزال. السؤال، كيف سيتم تخصيص هذه الأموال؟ لأن الاتحاد الأوروبي نظم مؤتمر للمانحين للشعب السوري فيما يتعلق بالحرب الأهلية. الأموال التي خصصت بالفعل قد خصصت وأنفقت، لأن الجهود الخاصة بالحرب في أوكرانيا أيضا تستنفد كل الأموال. زيلينسكي الرئيس الأوكراني أتى إلى بروكسل وتوجه إلى باريس مطالبا بمزيد من المساهمات والمعدات. السؤال، سيد يوهان، هل هناك أموال كافية ليتم تخصيصها للاحتياجات العاجلة والضرورية والآنية؟ وبالتالي سؤالي لك سيد يوهان هو، هل سينسى ملف إعادة الإعمار في سوريا، ملف تقديم الدعم الأوروبي لسوريا وللمناطق المنكوبة جراء الزلزال على حساب الاهتمام بالملف الأوكراني؟ أقول بأن سوريا بالطبع هي في مأزق بسبب العقوبات الدولية، وبالتالي هناك إرادة لتقديم المساعدة، ولكن هناك حاجة لضمانات، لأن هناك مجموعات ربما تكون نشطة في المنطقة. أيضا هناك من ناحية أخرى منظمات تحاول أن تقدم مساعدات، هناك صعوبات بسبب الحصار وأيضا توفير مواد البناء لسوريا. تحديدا نفس المشكلة واجهناها في 2009 في إعادة إعمار غزة. الوضع صعب عندما يكون هناك عقوبات بحيث يتم إدخال مواد البناء بسهولة ويسر مثل الأسمنت وغيرها. العقوبات لها تأثير بالطبع، وبالتالي هناك حاجة لرفع الحصار عن مثل هذه المواد.